حبايبي القلب، آخ يا شفاء، هاي عنا هون إخوان اسطنبولي أحمر للبيع، وعنا نغل لبني للبيع، وابنه نغل للبيع، الأب وابنه، ماشي يا إخوان. الفرخ بواقي ريش يا إخوان، والفحل طير كش، أي طير فيهن ما بيطير أكيد يا إخوان برجع، وأنا كفيل الزلمة، وأي طير بيرفع للزل برجع عفوا برجع للزلمة، وأنا كفيله عند الطير عند الحمام. أما ذول اللي عند أخ 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 يما بخوفنا ذول يا إخوان، وقسما بالله بخوفنا. طلع خلينا أصور كاميرا مزبوط. عندنا شفر الأسود هذه إخوان، هاي شايفين، وعندنا كشميري هاي شايفين طبعا هذول إخوان، وعندنا الهومر الأزرق طبعا، هذول كل الطيور حمام كش إخوان، وأكيد مكفولات. أي طير برجع اعتبروا عندك الطير، أي طير برجع إخوان فيهن اعتبروا عندك. وعندنا هذا الكشميري كمان الأزرق، كلهن أربع طيور هذول إخوان شايفين، أي طير فيهن برجع اعتبروا إلك. هذول حمام ماضيات إخوان بصراحة، حمام ماضيات. لا تقول لي أنا بقعد ما بقعد، هذول في عندك الشفر الأسود هذا إخوان شايفينه، هذا روح من الرمتة. أنا اللي عجبني الهومر حلو. وعندنا هذول كمان إخوان، وفي عندنا كمان واحد طاير، في عندنا واحد طاير إخوان هيو طبشيري زرزور، هاي بالحمام طاير محن. كلياتن إخوان الطيور حمام على أمانة الله، هذول الثمن حبات للبيع، وباقي حمام مش للبيع، ومكفولات مطيار، واللي برجع اعتبروا إلك. الله ما بينه وبينكم حمام، إحنا منجيبها مش هي اللي بتجيبنا، إحنا عندنا قاعدة حمام إحنا اللي منجيبها مش هي اللي بتجيبنا، بس الشاب حاب يخلي عنده عروق قصات مثل هيك إخوان بالصلاة على النبي. هاي شايفين هاي الدبسي، هاي السكيات يهوديات بالصلاة على النبي، يعني حمام متعوب عليها بصراحة. هيوت الشاكي هيو رجع، رجع هسه صح، كان ضايع هذا الشكل الأحمر. طبعا إخوان هاي الطبشيري هاي شايفينه الزرزر، طير بالصلاة على النبي إخوان، طير بالصلاة على سيدنا محمد. يعني زي ما حكينا لكم إخوان، أي طير برجع لكم، أي طير برجع لكم يا إخوان، أي طير برجع لكم إن شاء الله يا إخوان. زي ما حكينا مستقلين على الحمام، على الحمام فزتها مستقلين على الحمام، إحنا منجيب الحمام مش هي اللي بتجيبنا الحمام يا إخوان. هذول الثقلات أنا، هذول إخوان هذول الثقلات اللي عندهم، هاي الطباشيري شايفين إخوان طاير بالحمام، هاي الطباشيري طاير. خلينا نحبسها ونطلع القوية اخوان، هي راح 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 الشاكي
الكشك الاحمر هناك حاطط كان عندهم هيو 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 شايفون حاط بحط رجع مع حاط بحط هاي بحطت فيها كشكية حمراء مش حدا بكش هون مخلف هاي العالم بكش بالله عليك هاي القوية سامر صح؟ بالصلاة على سيدنا محمد بالصلاة على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على النبي طبعا اخوان بعد هذا المقطع بعد هذا المقطع صورت لكم مقطع حمام للبيع يا اخوان عرفتوا كيف؟ بس لانه الزلمه كان مطلع تقلات حكيت خلاص خلينا نصور التقلات اني مستعجل بدي اروح والله العظيم عندي 100,000 سلاف يا اخوان والله بدك تطلعها؟ طبعا اخوان هذا صي شواهين هذا طبعا هذا اخوان ملك الصيد هذيك مرة صايد نورياه سود اثنين اخوان قسما بالله فرجاني فيديو كيف صايدين اخوان نزلن على اجريه يوكلن والله العظيم بقول لك اقسم بالله صدتن هيك نزلن لحالن على اجري وفحول اخوان وبدورن هالسماء بيطيرهم بدورن والله بياكلن من ثمه من اول يوم صادن هيو البوز هيو 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 شايفوا البوز الداير هيو هيو فسد لا راح شكله نغل 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 شايفين اخوان كيف الصلاة على النبي حمام طبعا الزلمة بده يخفف اخوان الزلمة عنده حمام بده يخفف بصراحة الزلمة بده يخفف حمام كلها متعوبة عليه هاي شايفينها حمام وهاي كانت تطير هسه يا اخوان كلياتها هذول البلاجكة على الارض بالصلاة على النبي هاي البلاجكة اللي بتفش الغل بالصلاة على النبي طبعا هاي شايفين هذا البلجيكي يا اخوان هذا البلجيكي وهذاك البلجيكي شايفين يا اخوان اذا ما كانوا هيك البلاجكة بتكش اياهن هاي شايفين طلع ذاك البلجيكي وهذا البلجيكي هذول اثنين كانين اخوان كل واحد بطن هاي البلاجكة الصخرة لا تقول لي غير هيك البلاجكة ما في طلع يا اخوان سكة وثوب يعني اشي متكتك اشي متعوب عليه طلع يا اخوان كيف سكتهن طلعوا جفنهن اكبر لكم الشاشة شوفوني يا اخوان كيف وين هين هاي طلع كيف يا اخوان بالصلاة على النبي طولهن طلعوا سكتهن طلعوا جريهن مطولهن طلع هن مطولهن هذا البلجيك الصح يا اخوان غير هيك لا تقول لي في بلجيكي بصراحة بالنسبة لي مع احترامي للجميع انا بالنسبة لي اذا ما كان هيك البلجيكي كبوا بالزبالة صراحة انتو شو رأيكم معاي فيها ولا مش معي خلينا نشوف طبعا اخوان هذولا صورناهن قبل شوي حمام للبيع شايفين اخوان هاي الطباشير الزرزور هاي شايفينه وين راح هاي الطباشير والله اخوان الهومر الازرق حلو والله بس مشكلته جانحه بس مش مشكلة الاربع طيور هذول هسه بنشوفه كيف عليهن ما بعرف لا انا رايح اتركهن يومين يا اخوان الكم اللي بحب يشتريهن يشتريهن اللي ما بحب يشتريهن انا محتمل اخذهن وعملهن متجر الي اجر حمامي لهون لعندهم لشارع رشيد بس هذول مشكلتهن بدهن تجويز نار 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 هاي الطباشيري هاي الاسطنبولي احمر حلو والله لعب الاسطنبولي الاحمر اخوان ورب الكعبة لعبه ورب الكعبة لعبه شايفينه كيف حلو بالصلاة على النبي اخوان بصراحة حمام متعوب عليها وين راحت حمامهم هاي طلعت على العالي فوق فوق بالصلاة على النبي اخوان
شايفين يا اخوان كيف نقطة بالسماء بالعالي؟ الله يبارك يا رب، الله يبارك له بماله وعياله. طبعا زي ما حكينا لكم حمام مقفولات اخوان، مطيار مقفولات، اذا بيرجعن قد ما يرجعن يجي صاحبن ياخذهن. طبعا اللي بده اي شيء يعلق عليهن او كذا طبعا يصل لعمان، لا اللي بده يا اخوان يدبر حاله من عمان، من العقبه، من الزرقاء، يدبر حاله. فين كيف اخوان؟ هاي الصلاة على النبي، طلع كيف نقط 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 نقط. لأول مرة الكاميرا هون زابطة عندي، عندي بالدار نعرف غيوم أكثر بالدار. هاي كمان في كشة غاد، هذيك هذيك مين هذيك الكشة؟ تاعت يوسف؟ لا معاها ناس ثانية. كشة يوسف صح؟ يوسف طيب. يوسف بعده مش كاش يا اخوان، يوسف ثاني صورت عنده. امسك من هون التلفون. ايوان على الحمام، حط ايدك الحمام، شفت الحمام؟ بدك الحمام الشد هون هون هون. بدكم يا اخوان الحمام الشد قولوا لها البقى البقى البقى، وفوقيها هربدة بالشد لحالها. يا اخوان بالله عليكم لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمي بلايك حبايب القلب، وكمل تصوير يا فنان يا مصور. هاي حلوة يا بابا، وصل تمام. شغلتك صعبة يا ماما، انت بتصور بجنب الحمام قاعد. طبعا يا اخوان هاي الاقوام هاي كنا مخلطين، هاي حمامنا هذا اللي شايفينها، هاي كنا مخلطين. طبعا الدنيا يا اخوان قربت على الغروب، فانا بدي اقفل الحق التاكسي. هاي هاي حمام تحتينا وحمامنا فوقينا، هاي شايفين اقوام كثير يا اخوان. في كمان كوم هيو كبير، حط لكم زوم عليه وينه. هاي شايفين اخوان هاي هاي زوم، شايفين اخوان في اقوام، ثلاث اربع اقوام يا اخوان. هاي كوم، هاي شايفين اخوان هاي كوم هون، هاي حمام شوي وهاي حمام شوي، بدنا نخلط مع بعض. وين الكاميرا راحت؟ هاي شايفين بدهم يخلطين هيك، هاي شايفين هاي راحت بقلبين على بعض يا اخوان، بدهم يخلطين بقلبين على بعض، هاي خلطتين هون يا اخوان شارع الرشيد. طبعا حرب هون شارع الرشيد حرب. هاي كمان طلع في كمان كوم فوقينا بقوا يا اخوان، شايفين يعني كوم كومين، هاي خلطنا هذول مع بعض، هاي شايفين يا اخوان بالصلاة على النبي. هذا حي شارع الرشيد اخطر منطقة اربد، لا تقول لي شارع العروس ولا تركمان ولا شيء. بشوف انا طبعا غاد
واكيد هناك وين حمامات ابو عبده، هذكن هنا حمامات ابو عبده السوري اخوان، ابو عبده الحمصي طبعا عبر الفيديو، عبر الفيديو بقول له الحمد لله على سلامتك، لانه يا اخوان صايبيته جلطه باجره. هسه سمعت من الشباب احنا نقول له الحمد لله على سلامتك، والله يشفيك ويشفي جميع المسلمين. ويا اخوان لا تنسونا الاشتراك، هاي هاكم اين صارين لعبنا مع بعض، طلع طلع يا اخوان، هاي كوم وذاك كوم الثاني، ترى انا حاط الزوم. طبعا يا اخوان قلنا لكم في حمامات للبيع، وشو قصتهن مقفولات كل شيء يا اخوان. طلع منهم اثنين ايه؟ ايه؟ في كشام اثنين بس. مالهن؟ طلعت طلعت الكشامرة؟ كبير اثنين. اه مطلع الكشامرة الازرق. هاي الابيض والازرق دزهن يا اخوان. لانه هذا الشفر يا اخوان بيحاول اللي بده يروح وين؟ على الرمته، فبدنا شيء يضيع الليل. هاي طير الطيرين فوق بالعالي يا اخوان، رحن محل هاي شايفين. وهسه يا اخوان يعطيكم العافيه كالعادي، الله ينصر اهلنا في غزه يا اخوان. سالتكم بالله اليوم الخميس يا اخوان، سالتكم بالله ادعوا لاهل غزه وصلوا على النبي وكثروا الصلاه على سيدنا محمد، كثروا على كثروا الصلاه على سيدنا محمد يا اخوان حبايب القلب البقاء. توك توك اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. هذول اخوان طيور سامر شواهين شارع الرشيد اربد، طيور اربد، هذول اخوان طيور اربد. لا تقول لي عمان زواجل وبلديات ايه؟ اه شايفه. طبعا اخوان هاي الحمام اللي كشناهن في منهن للبيع اللي عرضت لكم اياهن، هذوك الشفر قاعد بفلت، يعني الشفر لو يشد حيله محتمل يروح للرمثة، بايعينه احنا بالرمثة ورجع. الطيور بالصلاة على النبي اخوان. طارت لحالها والله. مشكلة مخزينة ثلاث فول مخزينة. هاي الشفر حط يا اخوان. لو رجيت فيها اه طاير. طلع فلت وشفتوش. جايب الحمام. طبعا هاي كل الحمام يا اخوان مع الثقل، فيها حمام للبيع الفرجتكو امامي اخوان. المقطع كامل على قناتي على اليوتيوب، على قناة تاج الملوك للطيور، على تاج الملوك
للطيور. اليوم الخميس يا اخوان، الفيديو بكره الجمعه بينزل بعد العشاء. البقى لعيونكم حبايب القلب.